لم يعد الاستيقاظ مبكراً للذهاب إلى العمل فحسب، لكنه أصبح ضرورة في تونس للحصول على رغيف الخبز. أما من يصل متأخراً فسيعود خالي الوفاض إلى بيته. خرجت من 9 غير باع وزيدة وما فماش خبز. إيه وقتاش احنا ليمتى هكا بالله؟ توا الصغير يفد وما يشريش الوالديه، والام تقعد تتكب وتتقعد، والسميد ما فماش، الضربه فيش، وفر لي السميد، عندي الفرن طيب الخبز في الدار. نقص الطحين في تونس خلق أزمة يعيشها المواطنون، فهم يتكبدون مشقة الوقوف في طوابير طويلة وفي أجواء حارة، ورغم ذلك ضربة الحظ في الحصول على الخبز قد تصيب البعض وقد تستثني آخرين. فات نص نهار ما هزتش خبزات من الصباح ما تلقيش الخبز. ما فهميش نقص جملة في الفارينة، موجودة الفارينة عادي جدا، لهفة متاع بيض بزيدة، اللي يكون يأكل 8 يأكل ولي 10، واللي يأكل 10 يأكل 15، معني لهفة بصفة غريبة. حسيب قريت نحن نحلو السبعة، من السبعة صدقني نقول لك للخامسة على الحالة هذي. الرئيس قيس سعيد ألقى باللائمة في الأزمة على ما أسماها لوبيات، لكنه لم يحددها، مطالباً الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة للتغلب على هذه المشكلة، فيما عزى رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز الأزمة الحالية إلى استغلال مخابز غير مرخصة للدقيق المدعوم في الدولة وبيع الخبز بأسعار لا تخضع للرقابة. المخابز الغير مصنفة يعملوا في خبز غير واضح للمواطن. رجعت للمخابز متاع المنظمة، وفي نفس الوقت المواطنين صارت فيهم لهفة باش يضمنوا خبزهم، ينجموا يبيتوا الخبز هذاك وما يستهلكوه وتيجوا يعبوه في شكير وما يخلوش روحهم بلاش خبز. ويرى مراقبون أن نقص الدقيق يعود إلى تراجع المحاصيل، إلى جانب الأزمة العالمية التي سببتها الحرب بين روسيا وأوكرانيا، خاصة وأن تونس تستورد منها 60% من القمح. مي المهندس، الحدث. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.